الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونه العيش، قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قد مر علينا معنى هذا الحديث في أحاديث متقدمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد تمر عليه الليلة، تمر عليه الليلتان ولا يجد ما يأكل حتى خبز الشعير. ولذلك جاء في الحديث: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال متوالية صلى الله عليه وسلم. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وهذا الحديث فيه أن أصحاب الصفة، وهم من فقراء الصحابة من فقراء المهاجرين، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في حاجة شديدة وفاقة عظيمة، حتى أن أحدهم يسقط على وجهه من شدة الجوع. وقد مر علينا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يخر على وجهه بين منبر رسول الله وبيت عائشة رضي الله عنها، وقال: والله إني كنت لأعتمد على كبدي على الأرض من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الصحابة مع ما مر بهم من هذه الأهوال العظيمة إلا أنهم صبروا وواصلوا دعوتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان مآلهم جنات النعيم. وهذه القصة التي ذكرها رحمه الله تعالى أن أصحاب الصفة كانوا يخرون على قامتهم على وجوههم في الصلاة في المسجد، فيقول العرب لا يعرفون حال هؤلاء الصحابة، فيقول: هؤلاء مجانين، يظنونهم مجانين بسبب ما يقع عليهم من الإعياء والتعب. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاته فقال لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله. فهذه فضيلة لأصحاب الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لهم فضلا عند الله تعالى. قال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، لما لهم من الأجر العظيم على صبرهم على هذا الفقر وصبرهم على دين الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث مر علينا الكلام على معناه عندما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما شبع من شرب اللبن. وقد ذكرنا المسألة أيهما أفضل، أن الإنسان لا يشبع أو يشبع. الصواب في هذا أن الإنسان يجوز له أن يشبع، ولكن الأفضل أنه يفعل ذلك أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من بطن. وذلك لأن الشبع الكثير والدائم يسبب التخمة ويسبب الأمراض، وأيضًا يسبب الثقل عن العبادة. قال: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلب الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة المراد فيها
هو أن يلبس الإنسان ثياباً يشابه فيها ثياب الفقراء، لا تكون متسخة كما يفهم بعض الناس البذاذة من الإيمان فيلبس ثياباً متسخة، لا، المراد أن تلبس ثياباً يعني تنافي الحالة التي أنت عليها من النعمة والخير الذي أنت عليه من باب كسر النفس والتواضع. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، وأيضا بقوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فيقال الجمع بين هذين الحديثين وبين الآية أيضا أن الأصل أن الإنسان يظهر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، لأن الله يحب ذلك بما يناسب حاله، ولكن أحياناً البذاذة خير له، يعني يفعل البذاذة أحياناً لأنها من الإيمان، لأن فيها كسر للنفس وأيضاً فيها تذكر لحال الفقراء. وكما ذكرنا أن البذاذة ليس معناها الثياب المتسخة كما يفهم بعض الناس، وإنما البذاذة المراد أن تلبس ثياباً أقل من الحال التي أنت عليها من الخير والنعيم. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه. وهذا فيه فائدة، وضع الأمارة على السرية أو على الجيش أو حتى في السفر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. وهذا يفيد الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، سرية كاملة فيها 300 رجل لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جرابا من تمر. قال: فكان أبو عبيدة رضي الله عنه لأنه الأمير قال: يعطينا تمرة تمرة حتى لا ينتهي هذا الطعام. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ يعني لو أعطاهم التمرة سيأكلونها وسينفذ هذا الجراب. فقال رضي الله عنه وارضاه: قال: كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط يعني ورق الشجر ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. والعنبر يعني قيل هو سمكة كبيرة وقيل هو الحوت. فقال أبو عبيدة: ميتة، لأنها نافقة على البحر، فقال: ميتة، والميتة حرام. فقال بعد ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه قال: ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأكل أبو عبيدة مع الصحابة على وجه الاضطرار، وغاب عنهم أن ميتة البحر جائزة. قال: فأقمنا عليه شهرا، يعني أكلوا منه شهرا كاملا، ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. هؤلاء الصحابة الحالة التي كانوا عليها حالة شديدة، حتى أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، يبلونه بالماء ويأكلونه، فأنعم الله عليهم بهذا الحوت الذي نفق من البحر، وهو حوت عظيم كبير، وهو رزق من الله إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم. فأكلوا منه شهرا كاملا ولم ينتهي هذا الطعام، لأنه كان حوتا عظيما، حتى أنه أجلس رضي الله عنه وأرضاه 13 رجلا في وقب عينه، يعني في داخل عينه، وأقام ضلعا من أضلاعه، فجاء بأكبر رحل عنده من الإبل فجعله يمر تحته، فدل على أن هذا الحوت كان حوتا عظيما، وهم أكلوه من باب أنه اضطرار. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذا رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن أكل ميتة البحر جائزة ولو في غير الاضطرار،
لأن النبي أكله في غير الاضطرار، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبين لهم الحكم، ومن أجل أن يطمئن نفوسهم صلى الله عليه وسلم. قال عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسق. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: الرسق بالصاد والرسق بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد، هذا هو الرسق. هذا يفيدنا الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع في لباسه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسبل في ثيابه لا من جهة طولها ولا من جهة كمها. فمن جهة الإسبال من حيث الطول ورد فيه وعيد شديد: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل. ولذلك الشيطان انظر كيف يلبس على الناس، يدخلهم في قطعة قماش 6 مترات، لو رفعت هذه 6 مترات نجوت من هذا العذاب. فيأتي الشيطان يلبس عليك يجعلك تزيد هذه 6 مترات فيدخلك النار بسببها. وأما من جهة الكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كمه إلى الرسق، لا يزيد على ذلك، هكذا إلى الرسق. وهذه هي السنة، أن يلبس الإنسان كمه إلى الرسق لا يزيد على ذلك. لو زاد هل يقال أن هذا محرم كما قلنا في طوله إلى تحت الكعبين؟ لا يقال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حديث في أن هذا من الأمور المحرمة وأنه من الكبائر كما ورد في إسبال إلى كعبين أو إلى تحت الكعبين، وإنما هذا فعله صلى الله عليه وسلم فدل على استحباب هذا الفعل، لأنه دليل على التواضع، دليل على التواضع. فالسنة للإنسان أن يلبس لباسه سواء كان قميصا كان ثوبا أن يلبسه إلى الرسق لا يزيد على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.